السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو عن تخفيضات السيارات. الفيديو ده من سلسلة فيديوهات تخفيضات سيارات في مصر، جمعنا كل تخفيضات السيارات اللي تمت من 2019 ل 2020 علشان الناس تعرف العربيات اللي تم عليها فعلا تخفيضات والعربيات التانية اللي تم فيها تلاعب. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن تخفيضات ميتسوبيشي إكليبس 2019 اللي أنا بسميها البطل مستريح. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. استكمالا لموجة التخفيضات الدائرة في السوق المصري، قامت شركة ميتسوبيشي بالإعلان عن تخفيضات ميتسوبيشي إكليبس 2019 بعد ما تم تخفيض معظم العربيات في الفئة السعرية بتاعتها، وشفنا تخفيضات نيسان قشقاي، أوبل جراند لاند، ستروين سي 5 وكتير من التخفيضات التانية اللي لم تتوقف حتى الآن. في حرب دائرة ما بين التوكيلات، بتحاول تقلل أسعار السيارات علشان تزود مبيعاتها، وشركات تانية بتشوف العربية المنافسة لعربيتها سعرها أقل فبتقل من سعرها هي كمان، ودي حرب ما بين التوكيلات. وطبعا المستهلك المصري هو المستفيد في النهاية. وطبعا النصيحة اللي بنقولها للناس وفي كل الفيديوهات بقولها، مفيش حد يشتري دلوقتي، اللي معاه فلوس يقفل عليها علشان ايده ما تروحش على الفلوس. بلاش تشتري، بلاش يغريك التخفيض اللي حاصل، لسه في تخفيضات تانية اكبر، السعر لسه ما وصلش للسعر العادل اللي احنا عايزينه. اول لما الاسعار توصل للاسعار العادلة اللي تتباع بيها العربيات فعلا بفرق محترم، هنبلغ الناس وساعتها ممكن يتم الشراء. انما لحد ما يجي الوقت ده، الشراء حاليا دلوقتي هو خسارة للفلوس. استكمالا لموجة التخفيضات اللي حصلت في سوق السيارات المصري، شركة ميتسوبيشي اعلنت عن تخفيض ميتسوبيشي إكليبس، بتتميز بالاعتمادية والعمر الطويل كعادة سيارات ميتسوبيشي او كعادة الياباني زي لانسر شارب، والعربية بتنافس اوبل جراند لاند ونيسان قشقاي وكتير من العربيات التانية الموجودة في الفئة دي. ولكن في ملحوظة على العربية ميتسوبيشي إكليبس انها فيها تباطؤ والتسارع بتاعها قليل جدا. العربية موتورها مش قادر على حجمها، ابعادها غير متناسبة شوية، فبتبص تلاقي في الملفات العربية بتميل على السرعات المتوسطة والسرعات العالية. فدي كانت شوية ملاحظ على السيارة ميتسوبيشي إكليبس من الاستخدام العملي ليها. شركة ميتسوبيشي اعلنت عن تخفيضات قوية على ميتسوبيشي إكليبس، وده عشان تتمكن العربية من المنافسة مع عربيات تانية اللي برضو طبعا حصل عليها تخفيضات، لان تم تخفيض اسعار معظم العربيات المنافسة زي أوبل جراند لاند ونيسان قشقاي. عشان كده شركة ميتسوبيشي عملت تخفيض وصل ل 40,000 جنيه على جميع فئات ميتسوبيشي إكليبس. تم تخفيض أسعار جميع الفئات من أول فئة لأعلى فئة. إكليبس هي منافس قوي في فئتها السعرية، وبالفعل العربية كانت محتاجة شوية تخفيضات علشان ترجع للمنافسة من تاني، لأن طبعا فيها شوية ملاحظ اللي احنا قلنا عليها. الأسعار اللي تخفضت في ميتسوبيشي إكليبس خلت أول فئة سعرها 380,000 جنيه بدل 410,000، تخفيض 30,000 جنيه. تاني فئة بقى سعرها 410,000 بدل 450,000 بتخفيض 40,000 جنيه. الفئة الثالثة بقى سعرها 440,000 بدل 480,000 جنيه بتخفيض 40,000 جنيه. رابع فئه سعرها 475,000 جنيه بدل 515,000 بتخفيض 40,000 جنيه. خامس فئه بقى سعرها 510,000 بدل من 545,000 بتخفيض 35,000 جنيه. التخفيضات قويه جدا على إكليبس. بشكل عام العربيه قويه وكانت محتاجه التخفيضات دي علشان تقدر تنافس بشكل قوي. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت معلومه مفيده. اشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.